أنا اسمي شاهدة عبد الحكيم خليل، محافظة البحيرة، عندي 18 سنة، حاصلة على ثانوية عامة بمجموع 70%. قولي لي يا شاهدة، أنت بتشتغلي أصلا على الموتوسيكل من أمتى؟ بشتغل على الموتوسيكل من أمتى؟ بشتغل من أنا بسوق الموتوسيكل من 6 سنين. كنت بركب موتوسيكل بساعد بابا، بوصل اخواتي المدرسة والدروس، وانا كنت بروح دروسي لان المدرسة بتاعتي ودروسي كانوا بعيد عني، كانوا بيحتاجوا مصاريف كتير. واحنا يعني كنت بتروحي بالموتوسيكل حتى الدروس؟ ايوه كنت بروح دروس. من امتى يعني؟ قلت لي انت تقريبا من 6 سنين. من 6 سنين بركب موتوسيكل. مين علمك عليه؟ بابا اللي هو اللي علمني سواقه. علمك عليه؟ طب يعني انت كنت فرحانه في الاول وعايزه؟ ايوه انا اللي صريت ان هو يعلمني عشان اخفف عنه الحمل شويه، يعني لان احنا 4 بنات وولد، واخويا مش بيركب موتوسيكل، فانا حبيت اساعده اخفف عنه الحمل. يعني انت كنت عايزه تتعلمي عشان تبداي بقى تجيبي حاجات او كده وتشتغلي؟ ايوه كنت بركب موتوسيكل بجيب بساعد بابا، مثلا في حاجات بيت بيطلبها بجيبها، وبساعد بابا مثلا في حاجات تبع شغل بساعده. يعني انت بتجيبي حاجات البيت او في شغل جاي لك بتروحي تعمليه بالموتوسيكل وكده؟ ايوه تمام. انت بتسوق الموتوسيكل يعني قلت لي من 6 سنين، ده ما كانش صعب عليكي؟ هو في البداية كان صعب، وكلام الناس في الأول ما كانش مشجع ليا أبدا إن أنا أسوق موتوسيكل، بس أنا أصريت وتعلمت سكوب الموتوسيكل، وكلام الناس ما كانش في بالي يعني، طالما أهل. أيوه، وأهلي هم اللي شجعوني، وقرايبي ومدرسيني، مدرسين هم اللي شجعوني. يعني مدرسين كمان كانوا مدرسين كانوا فرحانين بيا جدا وشجعوني جدا. أيوه. طب عمرك قابلت موقف مثلا ضايقك كده، حد رخم عليكي من الناس بتوديلهم الاوردرات؟ لا، صحابي الاوردرات ما فيش حد ضايقني منهم، كلهم ناس محترمه وبيشجعوني وبيدعموني. حتى كنت بتلاقي منهم ان هم فرحانين بيكي؟ فرحانين بيا جدا، وعلى طول قالوا لي احنا خلاص هنتعامل معاكي، انت بنوته جميله يعني، وكوني امان ان احنا نتعامل معاها يعني. انت قلت لي انت كنت بتشتغلي كشغل بقى على الموتوسيكل متقطع كده ايام ثانوي، يعني ثانوي عامه كنت بتشتغلي بشكل متقطع يعني؟ ايوه كنت بشتغل بساعد بابا، بس مش شغل. كنت بركب موتوسيكل بساعد بابا لان هو العائل الوحيد يعني، كنت اخفف عنه الحمل، مش لازم ادخل فلوس، بس انا كنت بحس ان مساعدتي دي ان هو كده بالنسبه لي مساعده، ان انا اساعده بس ان انا اقضي حاجاتنا، اوصل اخواتي الدروس وكليه اختي كده يعني. دي المساعده حتى لو مش هتدخلي دخل بشكل كبير، انت تساعديه في البيت. ايوه، تجيبي حاجات في البيت تساعد اخواتي، لان هو ساعات ما كانش بيكون في البيت، مثلا اخويا محتاج علاج فانا لا اطلع اجيبه. هو باباكي بيشتغل ايه؟ بابايا بيشتغل تاجر مواشي. تمام، فهو على طول في البيت مش موجود يعني. تقريبا انت اللي بعديه في البيت كده، اي حاجه عايزينها تقولوا شاهد تروح تجيبها. بالظبط. فكنت بتجيبي اي حاجه عايزها البيت كنت انت بتنزلي تجيبيها. وبعد كده كنت برضو بايام ثانوي كنت يعني المذاكره كانت عامله معاكي ازاي مع الشغل؟ انا عارفه ان الشغل مش مستمر، بس برضو كنت بتظبطي ازاي؟ انا مذاكرتي، اهلي خلاص قالوا لي مذاكرتي اهم من اي حاجه تانية، ما كانوش بيطلعوني كتير يعني. ظروف صعبة جدا يعني، مثلا علاج اخويا يعني ما كانش في حد ممكن يجيبه، انا اروح اجيبه يعني. حتى انا كان ما كانش بيأثر على مذاكرتي يعني، بذاكر عادي براحتي. وكم طلب كده خلصته خلاص؟ ايوه تمام. بعد كده بقى بدات تشتغلي بشكل فعلي؟ انا عارفه انت كنت بتشتغلي ايام سنه بس ما كانش مستمر بشكل فعلي بقى بعد ثالثه سنه وبالظبط. قولي لي بقى الدنيا كانت عامله معاك ازاي، وتمشي ازاي اصلا بالموتوسيكل كده في الشوارع والدنيا؟ اول ما اشتغلت الليفري هي كانت الفكره كانت صعبه شويه بالنسبه لي، لان انا ما كنتش بشتغل قبل كده، وكان الموضوع صعب بالنسبه لي ان انا انزل في الشارع واتعامل كده يعني، بس بقت الامور سهله بالنسبه لي يعني. والشغلانه حابه الشغلانه يعني، وناس هي اللي شجعت، او الناس هي شجعتني ان انا احب الشغل يعني. لو ما لقيتش دعم من الناس مثلا، كان ممكن الكلام ده يحبطني ان انا خلاص ابطل سواقه الموتوسيكل يعني، او ابطل ان انا اشتغل على الموتوسيكل يعني. لا بس انت لقيتي في دعم فحبيتي. في دعم من الناس. اي شالوا من عليكي عبء زي ما بنقول. بالظبط. طيب كلمني عن دور والدك ووالدتك برضه يعني. ده بابا وماما يعني ليهم ما تقعدي في البيت بقى وكده يعني، وزي ما تيجي تيجي ولا ايه؟ بابا وماما ليهم الفضل بعد ربنا ان انا هما يدعموني ويشجعوني ان انا اشتغل، وهما ما عندهمش مانع ان انا اشتغل عادي، ومدينا حريه ان احنا نشتغل ونتعامل وكده يعني عادي كده تنزلوا كده. ايوه واثقين فيا ومدينا الحريه الكافيه ان احنا نعمل حاجه، لان طالما دي مش حاجه هتعبنا ولا حاجه. الموتوسيكل ده بتاع والدك وانت تقريبا خدتيه يعني؟ ايوه الموتوسيكل ده بتاع والدي. ايوه انت بقى خدتيه منه تقريبا، هو بيركبه بعد كده؟ ايوه بركبه، بس انا ما كنتش مثلا مش معايا، هو بياخده مثلا
محتاجه بدول عادي. انت بتشتغلي من كام لساعة؟ بشتغل من الساعة 10 الصبح لحد الساعة 10 بالليل، يعني 12 ساعة. ده مش صعب عليكي برضو واحدة 17 سنة؟ صعب عليك. وانا الشركة مراعية الظروف دي، ان انا مثلا بنوتة كده يعني مش بتقلوا عليا في الاوردرات، يعني مثلا اقول لهم ممكن نرتاح شوية عادي. تفتح ما بين الاوردر والتاني يعني. ايوه. الاوردرات بتبقى بعيدة عن هنا ايتاي ولا؟ الاوردرات اغلبية الاوردرات في ايتاي، انا مش بطلع اوردرات برا ايتاي. الاوردرات اللي انا بروحها كلها اغلبيتها بتعامل مع ستات، مش بتعامل مع رجال خالص. والشركة هي مراعية ظروف يعني، هي اللي مخليك اكتر مع الستات. أيوة. حاجات قريبة منك وكده. ايوه. انت قلت لي كمان انت بتروح من مركز لمركز يعني. ايوه انا باجي من مركز لمركز. ايوه باجي من كلنجات او كده. باجي من قرية اللي هنا لمركز تالو. ده بحيث مثلا طريق سريع او كده مش بيكون صعب عليك؟ انا هو صعب اكيد يعني، بس انا باخد بالي يعني. حد ضايقك على الطريق قبل كده من الرجاله بقى، بنت كده راكبه موتوسيكل؟ لا ممكن يتريقوا عليا يقولوا كلام وحش يعني، بس ان هو ازاي بنتي بتسوق، بيقولوا الفاظ يعني وحشه يعني. بس مش كتير يعني، حاجات بسيطه بس انا عادي بالنسبه لي بقى، عادي بالنسبه لي يعني. خلاص بقى نفضت لهم زمان. بالظبط كده. طيب قولي لي، انت قلت لي بتساعدي في البيت بس حاجات بسيطه، محدش اصلا بيصرف عليكي، بس انت برضو حاطه في دماغك ان انت شغلك ومساعده ليكي برضو. كلميني عن الموضوع ده. انا شغلي ان انا بساعد نفسي وبساعد اهلي، ده يعني بس ما يبقاش حمل على والدك. ايوه. انت قلت لي لما مثلا بيطلع لك فلوس في اليوم بتجيبي منها؟ ايوه عادي طبيعي، لازم اجيب حاجه للبيت مثلا وانا ماشيه يعني. فلوس شغل وتعبي فليا وكده؟ لا طبعا. تجيبي فلوس لحاجات في البيت واكل او كده محتاجه البيت. بتساعدي برضو اخوكي مثلا؟ بجيب انا بشتغل اجيب مصاريف الكليه بتاع، اجيب لبس الكليه، اجيب الحاجه اللي انا محتاجاها يعني. انا عاوز اعتمد على نفسي اشتغل يعني، مش لازم بابا هو بقى اللي يجيب كل حاجه. احنا خلاص حاجة. ايوه. انتوا حوالي 5؟ 4 بنات وولد. فانت شايفه الحن على والدك كبير، فانت عايزه تساعديه. ايوه لان اخويا مش بيشتغل. اخويا مش بيشتغل خالص، يعتبر بابا هو العائل الوحيد، فاحنا برضه يعني تعبان شويه فمش بيقدر يشتغل. ايوه. طيب انت جبت كام في الثانويه؟ انا جبت 70%. كان نفسي ادخل كليه صيدله بس ربنا ما وفقنيش ومجموعي يعني. ايوه مجموعي. كان نفسي ادخل كليه صيدله. ايوه كان نفسي ادخل كليه صيدله لان اخويا بياخد علاج، والعلاج اخويا غالي، وكنا بصعوبه بنلاقي يعني متوفر في الصيدليات، فانا قلت ممكن ادخل كليه صيدله يعني لان اخويا هيستمر بالعلاج، اساعده يعني انا اجيب له العلاج. ف بحيث تساعدي حتى عيلتك او كده. بالظبط. انت كده يعني قولي برا تفكيري في نفسك في منحه. ايوه انا نفسي في منحه ان انا ادرس كليه صيدله يعني. لو حد نفسي ياخد منها. نفسك في ايه تاني برضو؟ رساله اللي برضو للبنات اللي ممكن يعني ايه ظروفها صعبه وبدات تشتغل وخايفه؟ لا بدعم اي بنت ان هي مثلا ظروفها صعبه ان هي تنزل تشتغل عادي، الشغل مش عيب ولا حرام، تشتغل الشغل اللي انت شايفاه مناسبه ليك، اللي انت هترتاحي فيها، وكلام الناس ده مش هيقدم ولا هياخر، طالما اهلك موافقين يبقى خلاص عادي بالنسبه لك. خلاص ما دام شغلانه كويسه وكده فاصرفي على نفسك بقى. ايوه اصرفي واعتمدي على نفسك يعني. انا بشكرك جدا. شكرا لحضرتك.